كنا نتأمل هذا الطلب يرتفع من أشقائنا في الدول العربية، وكل الشكر لجنوب أفريقيا. طبعا رسالة شكر وتقدير وعرفان على هذا الموقف المشرف لجنوب أفريقيا الذي سبق كل مواقف الدول العربية. بتمنى من الجميع، يعني مش بس من جنوب أفريقيا، كل دول العالم الإسلامي، كل الدول، يعني مش بس جنوب أفريقيا، وأتمنى يعني جنوب أفريقيا للأماني إنهم ما قصروش، يعني فعلا دولة حرة. أنا أثمن جهود جنوب أفريقيا، جهودهم جبارة وجرأتهم الغير مسبوقة لوقف العدوان الهمجي ضد شعبنا في فلسطين، برغم وجود 22 دولة عربية. للأسف سندين احتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية لأهلنا في غزة. شكرا أحفاد نيلسون مانديلا. إنه نرفع القبعة لجنوب أفريقيا ليس فقط لهذا الإجراء، وإنما لتاريخها الحافل بالمواقف الواضحة اتجاه القوى الاستعمارية الإمبريالية. احنا اليوم نحكي عن جنوب أفريقيا واللي هي عاشت نظام الفصل العنصري اللي احنا بنعيشه اليوم كفلسطينيين، والإشي اللي عملته هي دول كثير ما قدرت تعمله. فأنا اليوم بشكر جنوب أفريقيا لهذا العمل اللي عم بيقوموا فيه.